السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. ناس لو معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير الديزل. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على البريكس هذا يعني وين نقولوا حنايا الناس اللي تهضر على البريكس وهذا بدنا احنا لا يهمنا بريكس، نكونوا عاقلين. احنا البريكس هذا وين تسمعنا به، هيا قولوا لنا وين تسمعنا به هذا البريكس وهذا. انا اول مره سمعته انا هذا تاذو ليا ما توالي هذه 3 ايام ولا 4 ايام كما صاوا البريكس، تقعد في قهوه تسمع البريكس، تروح تشي تقول لك البريكس هذا والله ما نسمعوا، والله نهضروا الحقيقه. شكون اللي كان يعرف البريكس؟ هاو نهضروا الصح، ما كانش اللي كان يعرف البريكس. هذو ليا مات ولا البريكس ما البريكس البريكس ما البريكس وغادي من النوبه. يا ولدي انا الشيطان تاعي قوم غير بركوكس قصعه تاع بركوكس. كي الزوجه تاعك ولا الام تاعك تقول لك اليوم يديروا البركوكس، روح شري لها البركوكس. لا حق احنا نوجدوه، روح شري لها صوالح تاع البركوكس، قوم غير البركوكس في صوالحهم، راس الحانوت الاخرى الناس ديال الختان دير منا دير منا دير لها كاع الدواء تاعها في طعميتها كل يخرج لك كاع عرق تاع البريكس. لازم البريكس يخرج. نتايا ما عليك نتايا نتايا عيش البركوكس ماشي طايق، تعطيه كاع المقومات تاعو والمكونات تاعو، تهدر ليه البريكس، تهدر البريكس. يا مسمين الجزائر خسرت تاع البريكس، واحد في القهوة قاعد بريكس ما بريكس بريكس ما بريكس ما جاو نايزين الدابزو. شكون اللي خلص قهوة؟ الاخر يقولوا انا خلص قهوتي، الاخر يقولوا مشي قلت لك انت شرب قهوة. البريكس في طابله ما تكتوش عليه، والله لا قاعدين مقابلينهم، انا مقابلهم سيرفر تاع الموتي. ها بغيت نروح هيا بسم الله، ما صار اخر قلت انا قهوتي خاصه انت قلت مش عيط لي. ها ودي والبريكس مباله البريكس انتوما والله ما عارفين في البريكس توا. هاي هذا البريكس مشي عارفينه كاع، انا راني بعاد على البريكس السوق توا او البريكس توا غير تهضروا على البريكس. الجزائر خارج بريكس لأسباب سياسية أم اقتصادية؟ وقررت مجموعة البريكس اقتصادية توسيع تكتل بقبول عضوية مصر وإيران وإثيوبيا والأرجنتين والسعودية والإمارات فيما لم يتم قبول طلب انخراط الجزائر. ورهنت الجزائر بقوة على البريكس وبذلت جهود حثيثة للانضمام إلى وحدة من أكبر تكتلات اقتصادية في العالم. الكوليسة وانفتح يعني قبول عضوية دول تمتلك مديونية خارجية ضخمة وأخرى تمتلك عملة وطنية منهارة، تساؤلات حول المعايير التي أخرجت الجزائر من حسابات البريكس. في هذه من يرى الخبير الاقتصادي والاستراتيجي عبد القادر سليماني أن الأسباب التي حالت دون انضمام الجزائر إلى البريكس ليست اقتصادية موسي، لأن الكواليس هي من أخرجت الجزائر من البريكس. أنا في البريكس يعني كاين كواليس ومؤامرة. وأوضح في تصريح أن إثيوبيا مثلا لا يتعدى إنتاجها الإجمالي لا يتعدى 85 مليار دولار، واقتصادها ضعيف وليس لديها موانئ كما تعاني من مجاعة. والأرجنتين دولة لديها مديونية كبيرة، وإيران تعاني من عقوبات دولية رغم أنها تتحكم نوعا ما في إنتاج المحلي، إلا أنها لا تمتلك معدلات نمو التي تمتلكها الجزائر. وأشار سليماني إلى أن معدل النمو في الجزائر فاق 4% ونتائجها محلي فوق 220 مليار دولار، وصادرات يعني خارج المحروقات فاقت 7 ملايير دولار، مبرز أن الجزائر كانت من أول الدول التي رفعت في الستينيات من أجل نظام الدولي متعدد الأقطاب. وأضافت كانت هناك لعبة سياسية في الكواليس، البريكس أخرجت الجزائر من مجموعة معايير غامضة، وتحفظت المجموعة الاقتصادية عن ذكر المعايير التي اختارت وفقة أعضاء الجدد. وأبرز عبد يعني أن الجزائر قدمت كل ضمانات وإمكانيات اللازمة، وهذا لم يشفع لها
لقطع التذكرة التكتل ما يؤكد وجود لعبة الكواليس. من جهته يعتقد الخبير الاقتصادي أن مجموعة البريكس تمتلك معايير اقتصادية وسياسية خاصة. بصح هذه البريكس حنا يكون نخدموا كل 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 نخدموا غير الصحراء تاعنا. هذه البريكس هي تجي تقولنا خلونا نخدموا معاكم. كنا نخدموا غير الصحراء تاعنا، غير الصحراء تاعنا، غير الصحراء تاعنا برك. هذا نقول نقلبوا دراهمنا ونبلوا على روحنا وكما صاروا نخدموا دراهمنا اللي رانا نمدوا فيهم. اثيوبيا في 2012 وقيلا ولا مسحنا لها كاع الديون مع شحال مليار، 85 مليار وقيلا مع شحال دولار ولا مع شحال مسحناه. دروك هذه بريكس هذه لو كان حنايا نخدموا نعاودوا نقلعوا غير في تيرت الدوك تاع اوروبا، تيارت دوك تاع اوروبا نخدمو غير تيارت برك زرع تيارت نخدمو التينا تاع باريكو نعاودو نخلقو منا نديرو الدوالي منا في الشمال نديرو الدوالي منا جيب اشوف من وروح حتى تلقاك مغنيه الدوالي الداليه تقول لك تاني زي غادي كيما بكري دير الطوماطيش مليا دير من دير من دير من ديما البريكس هذا يعيط لك يقول لك روح ما خاصكمش خدامه نجيو نخدموا معاكم. هذا البريكس هذا يقول لك ما خاصكمش خدامه نجيو نخدموا معاكم والله لا قال لك نجيو نخدموا معاكم. هذا البريكس يقول لك نجي نخدم معاك انا ما كاجي زعني تاع البركوكس ماشي طايق عليه تاع بركوكس 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 ماشي طايق عليه تعطي لي البريكس هذه بركاوه بريكس سبحان الله هو ما مشاكرة بالك شو ما مشاكرة ومع بالك يعاود لكم الاجتماع تاع البريكس يا مالكم مصاحبي على هذيك حنايا هذا البريكس اللي راكم دايرين عليه قاعدة الاخرى هذا ما عندنا ما نديرو به على الجدول ديال البريكس هذا ما يديروا لنا قضيه فهذيك يخرج العربي العربي سطي سطي يهدر بازدا يهدر قاعد يخرجوا تعادلوا بريكس بروكس بريكس اكاز اكاز وهم هذا بريكس هذه وري اهدار المال بريكس هذه اهدار المال شابه يديروا بها على في الثمانينات ومي كان في السبعينات كنا في 82 روحنا ولينا نحرقوا في الدراهم تاع سبريول 82 مي كان كاين الفرونك كنا نبدلو الراس للراس السبعينات كان كاين هذا البريكس هذا ما كان لا بريكس لا والو كان عندنا خيرات كانت الداليه تدمر الشراب يدمر كلش يدمر كلش كاين كنا الراس للراس بريكس خدم ما خدم بلادك خدم بلادك خدم ما بلادك الا ما خدمتش بلادك ما دير والو البريكس نقول لك وين راه البريكس حاسبوا الاداريين البريكس حاسبوا الاداريين مسؤولين هما اللي يتحاسبوا فماك البريكس البريكس راه في الناس اللي قاعدين قاضبين الاداره فماك راه البريكس هذا اللي البريكس انا بدير لنا قضيه تاع بريكس سيمانة ولا سيمانتين بريكس و عندنا سهله بريكس 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 صحيح هي الله بريكس ويسهبلونا بريكس هذا هايك اخذ بلادك غير روحك غير روح صيد روح صيد صيد سردينة صيد الحوت صيد البوري روح دبر راسك جيب ماكلة لدارك تقرا بريكس تا شي غادي يعطيك بريكس تا قاعد في قهوة تهدر على البريكس شا غادي يعطوك بريكس تا بريكس غادي يعطوك غادي يعطوك ما يعطوك والو بريكس تا شا ما يعطوك تا بريكس تاعهم بريكس تاع تا مالك خدم ما خدم صيد دارو صيد روح دير صيد صيد برار شكون شويه دبر راسك المهم كول صيد قنين ما تصيد والو ما انت كاع انتاج ما عندكش تا حاجة ما عندكش بس تصيد ما عندكش بس تصنع فخر تصيد بيها ما عندكش تهدر البريكس بريكس خلونا بريكس هذا
يا وليد تهضر معايا قول شو بدينا فيديو البريكس بلاكس تيوا بلاكس لا ما تنساوش عطونا جيم كومونتير بارطاجونا لي فيديو تاعنا وان شاء الله دائما معكم بجديد ويمشي ابوني معنا وربي يحفظكم ويحفظنا معكم ان شاء الله صحيتكم.